Mushroom and Swiss? أكيد خفت مش ده السؤال. هذا فحص مجاني، تفضلي. يعني من جد للحين أحس إنه قلبي جالس يدق من الخوف. والله انفجعت. فلما شفت الجملة الأخيرة استوعبت إنه حتخاف أكثر لو هذا سرطان ثدي، لا سمح الله. الصدمة تكون أكبر من كذا يعني، فالله يشفي الجميع. فكرة محمسة، بعد اللي صار أكيد بروح، أكيد حروح أفحص وأخلي أهلي وأصحابي كلهم يروحوا يفحصوا. حروح أعملها في أمي وخواتي عشان يروحوا يفحصوا ويشوفوا إنهم خلاص يعني ما فيهم شيء. حأعمل أكثر من كذا كمان.